السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات في هذا الدرس الجديد والموضوع الجديد الذي سوف نتكلم فيه اليوم بإذن الله عن طريقة تحميل برنامج Advanced Applicator. وقد سبق وأن طلب مني أكثر من صديق في القناة نشر فيديو حول الطريقة الصحيحة لتحميل البرنامج، وفي كل مرة أجبت على كل شخص في حدة. وهذا اليوم قررت أن أقوم بنشر فيديو حتى يستفيد الجميع. أولا، كل ما عليك فعله هو التوجه لهذا الرابط الذي سوف أتركه لك أسفل الوصف في صندوق الوصف المخصص للفيديو بهذا الشكل. ثم كل ما عليك فعله فقط هو تحميل البرنامج بهذا الشكل Advanced Applicator. آسف أنا مريض. لأني أريد أن أقوم بنشر الفيديو وذلك حتى لا أقوم بتعطيلك على العمل، فكما تشاهد معي الوقت سوف يستغرق حوالي دقيقتين. سوف أوقف الفيديو إلى غاية الانتهاء من التحميل ثم أعود إليكم. هي مجرد دقيقة فقط ما زالت، لكن لا أريد. بعد الانتهاء من التحميل كما تلاحظ معي هنا أسفل، كل ما عليك فعله هو إيقاف الفيديو للحظة، دعمنا بالضغط على زر لايك وترك تعليق أسفل الفيديو حتى أتحمس وأستطيع أن أنشر أكثر من درس أو درسين في اليوم بإذن الله. المهم نكمل. ضغط الزر الأيمن أفيشي دونلود دوسي حتى لا أبقى أبحث عنه ما هو الملف وما إلى ذلك، هكذا أفعل دائما. ثم أضغط كنترول إكس بهذا الشكل وأفتح على سبيل المثال هكذا، وأريد أن أجلبه إلى هنا. بعد أن أجلبه إلى هنا بهذا الشكل، كل ما علي فعله هو الضغط بالزر الأيمن للفأرة وأضغط فتح الملفات هنا، فك الضغط عن الملفات في هذا المكان. كما تشاهد معي فهذا هو البرنامج، والأمر سهل للغاية، فهو لا يحتاج إلى أي تثبيت وما إلى ذلك، فقط فك الضغط عن البرنامج. هذا هو بإمكانك أن تشاهد هذه هي الملفات، ولكن سبق وأن قمنا بنشر الدورة كاملة كيف تعمل أبيكا وأدون، ولن أعيد الدرس فالأمر ممنوع في اليوتيوب طبعا، ولكن إذا كان هناك من يريد أن يراجع درس الهندسة العكسية فسوف أترك روابط الفيديوهات أسفل الفيديو. إلى هنا يكون موضوع وحلقة اليوم قد انتهت. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن تكون في ألف ألف صحة وخير وعافية وأنت تشاهد هذا الفيديو، وأتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق. إلى اللقاء.